بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، نأخذ التمرين الأول. لو باسي كومبوزي افيك افواغ، إذا طبعا سننظر الماضي المركب مع افواغ. غنشوفو لو باسي كومبوزي ديال فعل افواغ. طبعا افواغ نقول في البريزون، جي تيا إل أ نوز افون فوز افي إلزون. ولكن في الباسي كومبوزي نقول j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. طبعا لو فير avoir ممكن انه يكون auxiliaire، ممكن انه ياتي مساعد، ممكن انه ياتي مساعد كما نعرف عندما نريد ان نصرف من خلاله فعلا اخر. اقول مثلا j'ai، كما قلنا نقول j'ai في البريزون، j'ai un stylo، انا عندي قلم. j'ai une voiture، أنا عندي سيارة. nous avons une maison، نحن عندنا منزل. إذن هنا تنتكلم على لو فيرب أفواغ، تنقولو جي تيا إل أ إلى غير ذلك. ممكن نصرف من خلاله فعلا آخر، مثلا لو فيرب مانجي نقول مثلا جي مانجي، يعني أنا أكلت، أو مثلا nous avons mangé، نحن أكلنا، مثلا جي مارشي، أنا تمشيت، إلى غير ذلك. إذن نقول مثلا جي مونتي، أنا ساعدت بشيء ما. j'ai monté une valise، مثلا j'ai parlé، انا تكلمت. اذا نتكلم هنا عن l'auxiliaire avoir. طبعا كما قلنا في البريزون نقول j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. ولكن في الباسي كومبوزي كما عندنا هنا نقول j'ai eu، tu as eu، il a eu، nous avons eu، vous avez eu، ils ont eu. ils ont eu يعني هم كان عندهم، كما نقول ils ont eu. ils ont eu un stylo يعني هم كان عندهم قلم. j'ai eu une voiture، j'ai eu une voiture، أنا كانت عندي سيارة. tu as eu des plumes، أنت كانت عندك ريشات. مثلا سنصرف ما يلي مع لو فيرب avoir أو بيان l'auxiliaire avoir حسب الحالات. مثلا نقول hier elle، ثم عندنا prendre، ثم le mettre. إذن hier بالأمس، elle يعني هي، ثم prendre يعني فعل أخذ. إذا طبعا بالأمس سنقول هي أخذت، ثم لو مترو، لو مترو يعني المترو. نتكلم عن وسيلة من وسائل النقل. إذا سنقول ماذا؟ hier elle a pris. elle a pris، طبعا هاد prendre غنصرفوه مع avoir باش نحصلوا على لو باسي كومبوزي ديال الفعل الخاص بفعل prendre. وهنا في هذه الحالة كما لاحظنا بأن avoir هو مجرد مساعد، لأن الهدف ديالنا هو نصرفو بخوندر، ماشي نصرفو لو فيرب أفواغ. إذن هنا غيكون هاد أفواغ غيكون فقط أوكسيليير. قلنا يسي أفواغ كوم أوكسيليير، هنا عندنا أفواغ فقط كمساعد. طبعا باش يكون عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل بخوندر، كما قلنا أننا نصرفو مع أفواغ، نقول جي تيا إل أ، إل أ كما عندنا هنا، ولكن لا نضع لو فيرب بروندر كما هو، بل نضع لو بارتيسيب باسي الخاص به، نبحث عنه في جدول الصرف. إذا نبحث عن لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل بروندر في جدول الصرف، ثم نضعه هنا. مثلا كما عندنا هنا، عندنا لو بريزون، لو باسي كومبوزي، ثم عندنا لامبارفي، ثم عندنا لو بليسكو بارفي، ثم عندنا لو باسي سامبل، ثم عندنا لو باسي أونتيريور، ثم لو فيتور سامبل، ثم لو فيتور أونتيريور. إذن هادو كلهم اللي ذكرنا الآن كلهم داخلين في واحد المود تيتسمى لانديكاتيف. إذن تنتكلموا على لو سبجونكتيف، إذن هذا مود آخر كما تلاحظوا، فيه البريزون حتى هو، فيه لو باسي، فيه حتى هو لامبارفي، وفيه حتى هو لو بليسكو بارفي. إذن نتكلم على لامبارفي دو سبجونكتيف، تنتكلموا على لو بليسكو بارفي دو سبجونكتيف. لو كونديسيونيل حتى هو فيه البريزون، حتى هو فيه لو باسي كومبوزي، حتى هو فيه لو باسي première forme، يعني بحال تنتكلموا على الشكل الاول، ثم لو باسي دوزيام فورم. بعدها عندنا لامبيراتيف. لامبيراتيف يعني الامر، في البريزون هو اللي تستعمل بكثره، ثم لو باسي، ثم عندنا لو بارتيسيب، وهذا هو اللي تنبحثوا عليه طبعا، في البريزون وفي الباسي. طبعا في الباسي بالنسبه للافوار مثلا عندنا اي، اذا تناخذوا هاد اي، هاد الاولى. الحالات الاخرى قليلة الاستعمال.
ثم عندنا الانفينيتيف يعني الشكل الاصلي للفعل، اذا نتكلم عن avoir او avoir eu في الباسي، اذا غالبا نستعمل بريزون، نستعمل هذه الصيغه. ثم عندنا لو جيرونديف بريزون ثم لو باسي. الذي يهمنا في هذا ان نبحث عن لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، ان نبحث عن لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل ثم نضعه بجانب avoir، ثم نضعه بجانب avoir. في حالة لو فيرب بروندر مثلا، كما تلاحظون بأن لو باسي كومبوزي نقول جي بري، تنعرف بأن جي هذا لو بريزون الخاص بفعل avoir. نقول جي تيا كما نلاحظ مع تي، إل أ كما تلاحظ مع إل، نوزافون كما نلاحظ مع نو، فوزافي كما نلاحظ مع فو، ثم إلزون إلزون كما نلاحظ مع إل. طبعا نضيف له واحد بخي، طبعا بخي تأتي من لو بارتيسيب باسي كما تلاحظون، إذا نضيف له واحد بخي وبالتالي نحصل على الباسي كومبوزي الخاص بالفعل عموما. إذا هنا عندنا إياه ال ال أ، إذا سنقول ال أ بخي، ال أ بخي. أما إذا قلنا ال بخون المقصود بها هي تأخذ، ال بخون هي تأخذ، ال بخون المترو هي تأخذ المترو. هنا تنتكلم على الباسي كومبوزي الخاص بالفعل مع avoir، إذا سنقول ال أ بخي لو مترو، ال أ بخي لو مترو، ال أ بخي لو مترو، هي أخذت المترو. ثم الجملة الثانية إلي كونتون، إلي كونتون هو فرحون. ثم عندنا إل فينيغ، إذا غنصرفو فينيغ في الباسي كومبوزي، وباش نصرفو في الباسي كومبوزي طبعا غنصرفو مع أفواغ. كاين حالات أخرى غنشوفوها تنصرفو الفعل مع إتخ. هنا عندنا الفاعل هو اللي غيقوم بالفعل على حاجة أخرى، إذا هو أنهى الواجبات، هو أنهى الواجبات، إذا هنا غنتكلمو على أفواغ، إذا هنا غنستعملو أفواغ. إذا نقول ماذا؟ إل أ فيني. طبعا إلا قلبنا، إلا بحثنا على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فينيغ غنلقاو فيني، إذا غنقولو، إذا سنقول إل أ فيني، هو أنهى سي دوفوار، أنهى واجباته. ثم عندنا إتر، إذا إتر يتصرف مع أفواغ، نقول ماذا؟ إذا أقول جي إيتي، لو بارتيسيباسي الخاص بفعل إتر هو إيتي، إذا سأقول nous avons été malades toute la nuit. Nous avons été malades toute la nuit. نحن كنا مرضى كل الليل. نحن كنا مرضى toute la nuit كل الليل. طبعا كما رأينا قبل قليل avoir أيضا يصرف مع avoir. نقول j'ai eu j'ai eu، لأن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل avoir هو eu، هو eu يقرأ eu. إذا نقول tu as eu de la chance، أنت كان عندك الحظ أو أنت كان عندك الحظ، tu as eu de la chance. أما إذا قلت tu as de la chance يعني أنت عندك الحظ الآن، tu as de la chance، هنا عندنا فقط avoir في البريزون ماشي مساعد في الحالة. عندما نقول tu as de la chance إذا صرفنا فقط avoir، من بعد منه كاين اسم اللي هو de la chance، أنت عندك من الحظ أو أنت عندك من الحظ. أما عندما نقول tu as eu tu as eu، إذا هنا صرفنا avoir مع l'auxiliaire avoir، صرفنا لو فيرب avoir مع l'auxiliaire avoir، إذا سنقول tu as eu de la chance، أنت كان عندك الحظ. خامسا la cinquième phrase qu'est-ce que vous، ثم عندنا boire، ثم عندنا hier soir. إذن كيسك أشنو، ماذا كما نقول ماذا، ثم بواغ ماذا شربت أكيد، يا سواغ بالأمس مساء، بالأمس مساء. إذن سنقول ماذا، كيسك فوزافي، طبعا أفواغ مع فو يعطينا أفي، فوزافي كيسك فوزافي، ثم بواغ. ثم نبحث عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بواغ اللي هو بي، كيسكو فوزافي بي ياغ سواغ، كيسكو فوزافي بي، كيسكو فوزافي بي ياغ سواغ،
ماذا شربت بالأمس مساء؟ أما الآن فنقول كيسكو فو بيفي، ماذا تشربون؟ كيسكو فو بيفي. إذا نقول جو بوا، تي بوا، إل بوا، نو بيفون، فو بيفي، إل بواف، إل بواف، إل بواف، هم يشربون. كيسكو فو زافي بو يا سوار؟ كيسكو فو زافي بو يا سوار؟ ماذا شربت بالأمس مساء؟ ثم عندنا لا سيزيام فخاز، اسكو تي، اسكو تي، ثم عندنا متر فعل وضع، طيغون، طيغون، يعني قفازاتك. نتكلم عن لباس اليد يسمى ليغون، تنقولو حنا ليغات. اسكو تي، اسكو تي، هل انت، ثم متر يعني وضع، المقصود هل انت وضعت طيغون يعني قفازاتك، هل وضعت قفازاتك؟ اسكو تو يامي، اسكو تو يامي، طبعا تو مع افوار تعطينا تويا، اذا افوار مع تو تعطينا تويا. اسكو تويا، اسكو تويا، مثلا اسكو تويا فوتر ستيلو، اسكو تويا فوتر ستيلو، هنا صرفنا فقط الفعل، هنا صرفنا لو فيرب افوار جنب بعد منا اسم. Est-ce que tu as votre stylo مثلا؟ هل عندك قلمك؟ Est-ce que tu as؟ هل أنت عندك الآن؟ لأن avoir هنا مصرف في البريزون. وبنفس الطريقة لو فيرب avoir تتصرف في البريزون، تيجي من بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، هنا تفيد لنا الماضي ديال الفعل اللي خضينا لو بارتيسيباسي الخاص به. إذا Est-ce que tu as mis؟ Est-ce que tu as mis؟ طبعا عندنا افوارنا في البريزون، وضعنا بعده لو بارتيسيباسي الخاص بفعل متر اللي هو مي، مي، ام اي اس. اذن اسكو تو يا مي، هل انت وضعت طيغون، طيغون، هل انت وضعت قفازاتك، او هل انت وضعتي قفازاتك، بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. ثم عندنا لا سيتيام فراز نو، ثم عندنا فولوار، نو فولوار، طبعا فولوار هي أرادة، مثلا جو فو أنا أريد، تي فو أنت تريد أو أنت تريدين، إل فو هو يريد، نو فولون نحن نريد، فو فولي أنتم تريدون، إل فول، إل فول هم يريدون. لكن في الماضي طبعا غيتصرف مع لوكسيليار أفوار، وغناخدو لو بارتيسيباسي ديال الفعل فولوار اللي غيبقى يتكرر على طول الصرف، ولو فيرب افوار راه حنا حافظينو، حنا حافظينو في البريزون. اذا نقول نو زافون، نو زافون، جي تويا إل أ نو زافون، جي تويا إل أ نو زافون، جي تويا إل أ نو زافون، نو زافون أن ستيلو، نحن عندنا قلم. لكن هنا غيجي من بعد منا فعل، لكن هنا غيجي من بعد منا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار، وبالتالي هاد لو فيرب افوار غيصبح أوكسيليار مساعد. إذا نقول نو زافون فولي، نو زافون فولي، لأن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار هو فولي. إذا لاحظوا معي مثلا هنا لو فيرب فولوار، إذا أقول مثلا في البريزون جو فو، تي فو، إل فو، تي فو، إل فو، نو فولون، فو فولي، إل فول. طبعا في الباسي كومبوزي نقول جي فولي كما لاحظنا، tu as volé, il a volé, nous avons volé, vous avez volé, ils ont volé. يعني هم أرادوا. كما لاحظونا لو بارتيسيب، ثم عندنا volé، ثم عندنا volé. إذن هذا هو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار. إذن سنقول هنا nous avons volé, regardez le film. nous avons volé, regardez le film. nous avons volé, نحن أردنا regardez le film. طبعا روغاردي المقصود بها نظرة، روغاردي المقصود بها نظرة، نقول روغارد، روغارد، روغارد سيت ايماج، انظر هذه الصورة، روغارد سيت ايماج، انظر هذه الصورة. إذا نو زافون فولي روغاردي لو فيلم، نحن أردنا أن ننظر الفيلم. ثم عندنا فيغ لي زيكزارسيس، كي، من، فيغ، طبعا فعل، لو فيغ فيغ يعني فعل فعل، ثم les exercices يعني التمارين. المقصود هنا كما تلاحظوا عندنا سؤال،
عندنا ايضا هنا سؤال، اذا المقصود بها من فعل التمارين. كيا كيا نقول إل أ، طبعا احتاج كي راه تنقلبوا على من، كمان نتكلم عن شخص. كيا في كيا في، طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فير هو في، هو في كيا في. لي زيكزارسيس، من الذي فعل التمارين، من الذي قام بالتمارين. ثم عندنا إل، ثم عندنا بوفوار ماشي فولوار، فولوار يعني أرادة، هنا بوفوار نقول جو بو أو أقول جو بوي. ثم تي بو تي بو، إل بو، نو بوفون، فو بوفي، إل بوف إل بوف، يعني هم يستطيعون. طبعا لو فيغ بوفوار مقصود به استطاع، أما لو فيغ فولوار هذاك فعل أرادة، هذاك فعل أرادة. جو فو أنا أريد، جو فو أنا أريد، جو بو أنا أستطيع. إذن كاين فرق. عندنا لو فيغ بوفوار أو باسي كومبوزي، طبعا غنصرفو مع لو فيغ أفوار، غنصرفو مع لوكسيليغ أفوار. إذن سنقول ماذا؟ طبعا إيل أفيك إس سنقول إيلزون إيلزون، ثم غنقلبو على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بوفوار اللي هو بي، اللي هو بي بي إي. إذن سنكتب إيلزون بي، إيلزون بي يعني هم استطاعوا. ثم عندنا نو، طبعا مع أفوار نقول نوزافون نوزافون، يعني تنصرفوا أفوار عادي في البريزون، نصرف فعل أفوار بشكل عادي في البريزون في الحاضر، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. هنا عندنا لير، إذن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل لير هو لي، إذن سنقول نوزافون لي نوزافون لي. إذن نحن قرأنا نوزافون لي لو تكست، نحن قرأنا النص. لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل هو لي، نوزافون لي لو تكست، نحن قرأنا النص. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، نستكمل في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.